صباح النشاط، صباح الحيوية على حضراتكم. لسه مكملين معاكم فقراتنا المتنوعة في هذا الصباح. وصلنا دلوقتي معاكم على طول لاستعراض في بلاط صاحبة الجلالة، قراءة في أهم العناوين والمانشيتات الصادرة في الصحف النهاردة الثلاث 13/7/2021. هنشوف جولتنا الصحفية ونبدأها على طول من صدر جريدة الأخبار ومن صفحتها الأولى. معانا عنوان رئيسي بيقول: السيسي في تصريح رسمي لي لاستغلال الأمثل لأصول قطاع الأعمال العام، التعاون مع القطاع الخاص في إنتاج وسائل نقل تعمل بالكهرباء والغاز. طبعا خبر مهم جدا بيدعو يعني يمكن للاهتمام بالبيئة أكتر، وفكرة التغيرات المناخية وإزاي نهتم بالبيئة وفكرة الاقتصاد الأخضر. خلونا نقرب أكتر لتفاصيل هذا الخبر، وينضم إلي عبر الهاتف دكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. صباح الخير دكتور شريف. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني باعتبار حضرتك خبير اقتصادي ومتخصص في هذا الشأن، هسألك سؤال متعلق بحجم العائد الاقتصادي جراء التحويل من سيارات تعمل بالوقود الطبيعي التقليدي لسيارات تعمل بالكهرباء والغاز. الحقيقة هو ليه أكتر من مردود اقتصادي، أهمها توفير العملة اللي بيتم استيراد المنتجات البترولية بها. ثانيا تقليل التلوث البيئي، واللي ده بيؤدي الى نقص الملوثات اللي بتؤدي للامراض، ودي بيصرف عليها ايضا. نعم معلش انا اتفضل. طيب حابة أناقش حضرتك في جزئية تانية، فكرة الاستغلال الأمثل لأصول قطاع الأعمال العام وفكرة التعاون أيضا مع القطاع الخاص، إلى أي مدى يسهم هذا التعاون فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في إحداث مزيد من الانتعاش الاقتصادي أيضا؟ نعم. طيب لحين عودة الاتصال بدكتور شريف الخريبي، هكمل معاكم جولتنا الصحفية وهروح معاكم للجمهورية أيضا من صدر صفحتها الأولى، عنوان بيقول: تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من مشروعات العاصمة الإدارية وزيادة عدد الشركات ومضاعفة فرق العمل وكمان استكمال منظومة التحول الرقمي. قد إيه الخبر ده طبعا خبر مهم جدا لافت للنظر بالتأكيد فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة. يمكن هقرأ على حضراتكم بعض من تفاصيل هذا الخبر. طبعا أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقال إنه مشروع استثنائي وبالتالي من الضروري أن تكون طريقتنا في العمل به غير تقليدية، مشدد في هذا الصدد على أن يكون العمل دوريا على مدار 24 ساعة يوميا، وأنه يتم تقسيم العمل طبقا لنظام الورديات بشكل منتظم. طبعا ده شيء مهم جدا يعني فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاجتماع ده زي ما قلت لحضراتكم ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكمان اللواء أحمد زكي عبدين رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسؤولين لمتابعة هذا الملف. طيب من الجمهورية ومن الأخبار هنروح معاكم للأهرام، وهنتابع من صفحتها الأولى الحقيقة خبر مهم جدا بيقول: رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي، شكري يبحث في بروكسل شراكة مصر والنيتو. طبعا تفاصيل الخبر أنه وزير الخارجية سامح شكري سلم بالأمس رسالة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شعب
شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وده خلال اللقاء اللي جرى بينهما بالأمس في بروكسل في إطار الزيارة اللي بيقوم بها وزير الخارجية حاليا للعاصمة البلجيكية. سيادة وزير الخارجية سامح شكري، بحث وميشيل خلال اللقاء بحثوا العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وكمان الموضوعات الإقليمية، في مقدمتها كان قضية سد النهضة الإثيوبي وكمان قضية ليبيا وعملية السلام. طيب يعني من الخبر ده هنروح معاكم لجريدة المصري اليوم ومن صفحتها رقم 3. الخبر بيقول الانتهاء من المستندات المطلوبة لترخيص إنشاء محطة الضبعة النووية، ده خبر بنتابعه معاكم من المصري اليوم. طيب قال الدكتور هشام حجازي رئيس قطاع الوقود النووي بهيئة المحطات النووية انه تم الانتهاء من تسليم كل المستندات وكمان الوثائق المطلوبة للحصول على اذن الانشاء والتراخيص لمحطة الضبعة النووية من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء، وده علشان توفير الامان الكامل للمشروع. اضاف حجازي في كلمته خلال حلقة نقاش حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، وقال إنه عملية البدء في إنشاء وتنفيذ محطة الضبعة النووية بتتطلب الحقيقة وجود بنية تحتية على أعلى مستوى من الجودة وكمان من الدقة حتى يستطيع العاملون الروس أو المصريون العمل في جو مستقر وهادئ. قد ايه الملف ده ملف مهم جدا، فكره طبعا الانتهاء من ترخيص انشاء محطه الضبعه النوويه. طيب معاكم لسه مكملين جولتنا في بلاط صاحبه الجلاله ليوم الثلاث، وهنروح معاكم دلوقتي للاهرام ومن الصفحه الاولى ايضا خبر، يعني الحقيقه خبر متعلق بالتعليم تحديدا وملف التعليم. اللغه الاجنبيه الثانيه تعيد البسمه لطلاب العلمي، ده طبعا يعني استكمال لامتحانات الثانويه العامه واللي بنتابعها منذ ايام. اعاد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لابتسامة لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بالأمس، حيث خرج الطلاب من اللجان وعلامات الرضا على وجوههم، وقالوا إن امتحان اللغتين الفرنسية والإسبانية في مستوى الطالب المتوسط ولم يشتكي الطلاب من صعوبة أو ضيق الوقت. طبعا كل التوفيق لطلاب الثانوية العامة. طيب ينضم إلي عبر الهاتف دكتور حسن شحاتة متابعا لهذا الملف، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس. صباح الخير دكتور حسن. صباح الخير يا فندم. يعني واحنا بنتابع مع طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، وطبعا كل امتحان بنعرف بالتأكيد ردود الأفعال من الامتحانات، وأولياء الأمور أكيد في حالة ترقب لامتحانات الثانوية العامة. يعني عايزة حضرتك تشرح لنا أكتر قد إيه فعلا سهولة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب العلمي، وزي ما كنا بنشوف بعض الشكاوى من الامتحانات السابقة تحديدا كان في امتحان اللغة العربية، شفنا دلوقتي ان اللغة الاجنبية اعادت الابتسامة مرة اخرى. الحقيقة طبعا انا بشارك حضرتك فان احنا نقدم مبدئيا التهنئة لما يقرب من 700 الف طالب من طلاب الثانوية العامة العلمي والادبي، وان هم هذه الدفعة يعني حظيت باهتمام الوزارة بان عملت لها ثلاث امتحانات تجارب، والامتحانات التجريبية محاكاة الامتحان اخر السنه، وده اللي اثر في الطلاب وجعلهم قادرين على ان هم يجاوبوا بكفاءه في اللغه الثانيه. ايضا معالي الوزير دكتور طارق شوقي وفر مصادر للاسئله اللي هو بنك المعلومات، وعندنا منصه حصص مصر ومدرستنا اثنين والبرامج التعليميه ومنصه وزاره التربيه والتعليم التفاعليه. الطلاب تعلموا الدرس يا استاذه. في المرة الأولى كانوا بيعتمدوا على السناتر وكتب المدرسية، وجدوا أن النظام التعليمي الجديد لا يهتم بالتذكر والحفظ وبيهتم بالفهم ونواتج التعلم. ابتدى الطلاب يتجهوا إلى المنصات ويسمعوا كلام معالي الوزير اللي هو بيرشدهم إلى الصواب، واستطاعوا أن هم يجدوا نفس الكلام اللي جالهم في الامتحانات التجريبية ونفس الكلام اللي موجود على مصادر التعلم المختلفة
هو اللي جالهم في الامتحان فحصلوا بسعادة وأجابوا إجابة سليمة. ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا لابد إن إحنا نهجر النظام القديم. جماعات الضغط الاجتماعي اللي هم أصحاب السناتر والكتب الخارجية والمدرسة الخصوصية اللي بيسيئوا إلى نظام التعليم الجديد وداع انتهوا تماما، وأصبح الطلاب الآن في أيدي أمينة، وأصبح الطلاب الآن بيعدون كما وجه معالي ما وجه سيادة رئيس الجمهورية، بناء إنسان جديد لمجتمع جديد، إنسان يفكر يبدي رأيه يفسر يعلل يشارك يحترم ثقافات الشعوب. هو ده اللي احنا بنعمله الآن، وهو اللي ده عكس على الطلاب، وإن شاء الله المرات القادمة أفضل وأفضل بإذن الله. طيب يعني واحنا يعني بنتفائل بامتحانات الثانويه العامه تحديدا في اللغه الثانيه الفرنسيه والاسبانيه، شفنا بعض الصعوبات فيما يتعلق باللغه الالمانيه، تفسير حضرتك. هو طبعا اللي هو الامتحان للتمييز، للتمييز يعني ما فيش امتحان بيوضع في مستوى الطالب المتوسط، وما فيش امتحان بيوضع للضعفاء، المفروض في سؤال يعني يا استاذه بيقدم للطلبه المتفوقين عشان اميز بين الطالب العادي والطالب المتفوق. في اللغات الفرنسيه والاسبانيه وغيرها غير الالمانيه الطلبه استطاعوا ان هم يجيبوا عن الاسئله المركبه والاسئله المقدمه للتطبيق وحققوا النجاح بنسبه 100%. اما في اللغه الالمانيه فيمكن بعض الطلاب ما اهتموش بالجانب التطبيقي، لان اللغه فهم وتطبيق، والفهم بيشمل التذكر طبعا استبعدناه، بيشمل التحليل والتركيب والتقويم وابداء الراي. انا اعتقد ان الطلاب في المره القادمه سيكون افضل. وعلى فكره انا بنبه الى حاجه مهمه جدا، شكوى بعض الطلاب من الاسئله دليل على صحه الاسئله، لانها معناها بتميز. معنى اننا بعض الطلاب بيشكوا ان انتوا دون المستوى المتميز، ان انتوا تنجحوا بس، ان التعليق ان الامتحان لا يوضع للطالب المتوسط، الامتحان بيحترم الطالب المتفوق وبيحترم الطالب المتوسط، فالاسئله اللي الطالب المتوسط بيجاوبوا عليها ما يقدروش يقفلوا، لكن طلاب المتفوقين بيجيبوا، فشكوى الطلاب من بعض الاسئله ظاهره صحيه تفيد ان الامتحان الذي يقدم يحترم الطلبة المتفوقين. نعم وصلت الفكرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن شحاتة، وأنت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، كنت معنا عبر الهاتف متابعا لامتحانات الثانوية العامة، وكل التوفيق لكل الطلاب من الثانوية العامة. شكرا جزيلا لك دكتور حسن. طيب لسه مكملين معاكم جولتنا في بلاط صاحبة الجلالة، هرجع معاكم لجريدة الجمهورية، لكن هذه المرة هنروح للصفحة 4. الخبر بيقول قبل 48 ساعة من انتهاء معرض الكتاب، إقبال كبير على كتب 30 يونيو وكمان كتب التنمية البشرية. طيب خلونا نقرب أكتر أيضا من تفاصيل معرض الكتاب وانتهائه في خلال 48 ساعة الماضية، وينضم إلي عبر الهاتف دكتور حسين البنهاوي عضو المجلس الأعلى للصحافة. صباح الخير دكتور حسين. صباح الخير على حضرتك والساده المشاهدين، اهلا وسهلا. صباح النور يا فندم. يعني الى اي مدى شفت انه كان في حجم اقبال كبير جدا على شراء الكتب من معرض الكتاب تحديدا في خلال ال 48 ساعه الماضيه؟ والله هو يجب ان احنا نذكر في البدايه ان هذه الدوره هي دوره استثنائيه لمعرض الكتاب الذي يعقد كل عام في يناير. فيحسب للدولة المصرية ولوزارة الثقافة أن تعقد هذا المعرض في ظل الظروف الجائحة الكورونا، وفي ظل أنه كل معظم دول العالم ألغت معارض الكتب نظرا تفاديا للزحام. فهذا له أكثر من دلالة. الدلالة الأولى أننا تعاملنا مع الجائحة بنجاح، واستطعنا بفضل يعني جهود الدولة ووعي المواطن أن نتصدى لهذه الجائحة. الملمح الآخر أن الإقبال على المعرض ونظرا لأنه كان مجاني هذا العام ولأول مرة طبعا يحدث هذا، فكان إقبال كبير جدا بصرف النظر عن أنه مجاني، فهي ظاهرة بينتظرها يعني جمهور المثقفين من العام للعام الآخر،
لانه الكتب بتبقى متوفره امام القارئ يعني بكل العناوين التي يمكن ان يقتنيها. طب دكتور حسين، زي ما احنا عارفين انه نظرا للظروف اللي بيمر بيها العالم كله وبتمر بيها مصر بالتاكيد من كورونا وجائحه كورونا، تم عمل معرض الكتاب هذا العام ممكن شراء الكتب فيه بشكل الكتروني. يعني ما هي هل هو ده الملمح الجديد؟ وهذا أيضا يشاير توجه الدولة نحو الرقمية، الصيغ الرقمية في التعامل، الرقمنة والإلكترونية. وهذا أيضا يحسب للقائمين على المعرض أنهم استطاعوا في هذه الفترة الصغيرة منذ أن تقرر إقامة المعرض في الصيف أنهم يعني يعدوا هذا الإعداد الجيد، لأن بلغ حجم الذين زاروا الموقع أكثر من 2 مليون أعتقد، هذا الرقم أرجو يكون صحيح، لكن يعني كانت هناك طفرة في التعامل، وهذا يثبت أن هناك لدى المواطن وعي بالرقمنة وبالصيغ الرقمية في التعامل مع الأحداث. نعم، وصلت الفكرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين البنهاوي، وأنت عضو المجلس الأعلى للصحافة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. طيب هنروح للمصري اليوم، ومن الصفحة رقم 3 خبر بيقول 4 عقود جديدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية. ده طبعا خبر مهم جدا من المصري اليوم. زي ما قلت لحضراتكم، يعني فكرة قد إيه ممكن ده يحدث عائد اقتصادي كبير جدا. طبعا شهد المهندس طارق الملا وزير البترول توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب وكمان المعادن المصاحبة ليه واستغلالها في 15 قطاع جديد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أسترالية وشركة أخرى كندية عالمية باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار، لتصبح الشركات اللي وقعت عقود الجولة الأولى للمزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2020 واللي طرحتها وزارة البترول في نظامها الحديث، 10 شركات عالمية ومحلية، ويصبح إجمالي العقود الموقعة 20 عقد للبحث في 56 قطاع باستثمارات تزيد على 47 مليون دولار. طيب من الخبر ده هرجع معاكم مرة تانية لجريدة الأخبار ومن صفحتها الأولى. الخبر بيقول تم حقنه بالدواء الأعلى سعرا في العالم، آسر يبدأ رحلة العلاج من ضمور العضلات. بالتأكيد ده خبر مهم جدا ولافت للنظر. الخبر بيقول شهد دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عملية حقن تاني طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهو الطفل آسر كريم الدين عمره 1 سنة و10 شهور. أجريت العملية بالأمس للمرة الثانية على مستوى مصر بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس. قام الأطباء تحت إشراف دكتورة ناجية علي فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بعلاج وحقن الطفل كريم بإحدى الأدوية، وبيعد الدواء ده أعلى سعرا في العالم وبتبلغ قيمته 2,125,000,000 دولار بما يوازي 34 مليون جنيه مصري. طبعا يعني نتمنى كل السلامة الطفل آسر، وانه يعني يكون بأتم صحة وعافية بإذن الله. وبالخبر ده مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت معاكم جولتنا في بلاط صاحبة الجلالة. بعد قليل موجز لأهم وآخر الأنباء على رأس الساعة، ونبقى معكم بعد هذا الموجز ونستكمل فقراتنا في هذا الصباح.